غزاله وكريم الخوت ضيف ربي يحيك لمثاله ما تجني من هالدنيا كان فالك ودعي ومن والدين فرحة بالبيها وقلب حميم وكريم الخوذ دي ربي يحيك لمثاله ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدين فرحة كنتيها وبقلب حنين رمضان مبجل بالبركة زارنا فيه الخيرات السبعة والتقوى تزيد تونس يا بلاد الرحمة من عهد جدودنا نجمة تضويك الشمعة في ليلة عيد افرح بالسيف وزهاله وكريم الخوت ضيف ربي يحييك الامثاله ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدي فرحة فيها وتقلب حنين بشوية يا وحيد هكا غطس في صحنة الاخرى تعلم على طنطن بهيك في هيكل بربي خليه هيكل براحته انتي سيبه شوية قول يا بابا قول كان ما يتعلمش من الصغرى وقتاش باش يتعلم سيبونا وحيد على راحته عاد كي يرجع للدار علموا القواعد كلها انا مناسبات كبار ولا خليعة ولا حتى في الدار ما نجمش نتخلى على الفرقيتة والسكينة مش هكا خويا كريم شو يا نسيبي العزيز أنا كي نبدأ ناكل ما نتكلمش هكا تعلمت وزيد نحب نمس النعمة بيدي أمانك يا شادية تهز وحيد تغسل يديها واه هو فما شكون يغسل يديه من النعمة كما يقول طونطون خمسة وخميس عليك هاي بنت بلاد وتعرف بون هيا باباي هيجي معايا اللافابو تو نغسل لك يديك مادامنا احنا الزوز ناكلوا في النعمة بيدينا طنطون يا اخي علاش البيت هذيك ديما مسكر؟ انت ما فاهمكش تسمع بيهم السنافر؟ فما عائله كامله متاع سنافر يسكنوا غادي ورد بالك نحلوا عليهم الباب مش مصيقهمش هذا تي ولا لوح؟ ايش قلكم في تبحبيحة يا جماعة؟ لا 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 ماك تعرف قانون العمان يقول منعومه كان بعد ما نهضمه معناتها بالضبط وبالتحديد ساعة ونصف على الأقل بعد الأكل غلط 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 شو نسيبي العزيز؟ صحيح اللي أنت من ميدان الطب وخاصة من مشتقاته أما لكن النظرية متاعك هذية غير مدعمة أبو ترى فسر لنا كيفاش سيكريم؟ توا الحوت مثلا حاشا عينيكم اش يقول هو المثل يقول حوت ياكل حوت وقليل الجيت اما مي الحوت شنو شيغي شو مدخل الحوت في نظرية تعميرات هاو جايك الكلام يا عزيزتي توا مثلا حوتة كي تاكل حوتة اخرى اش تعمل تخرج من الماء باش تهضمها وزيد احنا كلينا عجب الكروفات ولذا نظرية تعميرات تطيح في ماء البحر سمحني أخويا كريم احنا والحوت ماناش كيف كيف احنا والحوت ماناش كيف كيف احنا هو جاب الصين من وذنه
كي بربي يقولوا لي يا اخي احنا داخلين للغريق احنا ديما باش نتبحبحوا شويه على حرف البحر طشني وانتشك عامل بلونجو من هنا غرقني ونغرقك ونلعبوا فلوكا بون انا من رايك رايب ايا نتفرشكو وانا نسمع كلام مون شيري اللي قال لي عليه نعملو يقول لي شي ارمي روحك في البحر نتبع وانا زيده شيه يا عوما قد صبري في الدنيا اما بعد ما نهض ملا اي يا قوم البحر امامنا ودار الخلاعه وراءنا سامحوني انا يا جماعه ماكم تعرفوني القايله مفروضه تقيل شيخ خليك يخيل جاي من فرنسا لتونس باش تقيل عادش بي انا تعب راني على سفر شو تقولش عليك في الهونولولو دي باريس هاي انا ساعتين واربعه فوق ولو بالنسبه لي انا القايله سيت اون جين دو في يا اخي يا اخي ما تعرفوش به ياسر منظم والقيلوله لازم منها حتى في الشتاء وانت يا عميرات ما تقوليش جاي من تونس والديكالاج هورير عامل فيك لا 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 عميرات يزمو باش يقعد مع وحيد حتى هو يزمو يقيل نخافو يفيقش يقوم ما يلقى حد بحذاه هاكا شادية بحذاه هو ولدي ولدي كيفيق ما يستعرف كان بيا ولا بوه انا ما في باليش اللي سي وحيد يلزموا هلاوه وهذه كل ما كانش راني كملت عملت له نونو هذاك اللي مزال انا ولدي وحيد نخليه عند نونو ما يسالش تنبقى بحذاه ونبردوا القايله ونخلطوا عليكم ما تنساش الكريمه نتاع الشمس والشابو والمريول والصندال والباراسول والتفاح والنفاع والزنبيل علاش انتوا ما تعملوش سكافندري والله فكره هكاك يرتاح مسكين بتدوب الكوش تاع كريمه الشمس تفتلك انت هناك كان تلقط انها نص سكافندري بالكريمه بتاع الشمس عميرات انا هاني بحذا وحيدي وانا اقول لكم قيلوله سعيده هيا ينسى هيا هيا امشي هيا انا مبدل الساعه انا حاضره وانا زيده هيا نستنى فيك شاديه شاديه نعم خويا كراي تمشي معنا للبحر يا شاديه والمعون شكون نخليه المعون يجيبوا معنا للبحر وتو نتحموا فيه داي داي المعون سمعتوا اش قال على معوني اش فما ما مولا باش قال لك باش يهزوا يغسلوا معوني في البحر شكونوا هذا نحكي على الكري معوني اللي عند الكري يا مراه يجي متهلويس وتنسنيس انا ما تكتكتش راهو مانيش قاعده نتبلع الناس قلت لك سمعتهم بودني هذه مانيش نهلوس تعرف كيفاش فلوس الكراء ما زلت مستحفظ عليهم ما صرفتهمش علاش تسال على خاطر قلت تقول انت رجع بقيه حق الكريه ونشوفوا كراي جدد لا 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 على خاطر باش نستحقهم دويات اعصاب قبل ما يوفى هالصيف باني لقيتها شنيه شنيه مش حاحن مش حاحن هكا مش حاحن ما نقولوش مش حاحن نقولوا بخيل باش معناها بخيل بخيل معناها مش حاح وما عادش تعودها ما نساش نمشي معاكم ليه يا عيش ولدي يزمك تقيل وتهضم ساعة بيت انا هضم تو نقيل من بعد اوه يا وحيد يا اخي انا ما نحبكش تتفرهد باهي هاو كبوك برا شوف معاه نجمي عايز تنو فيا هك معناها هو حالتها في انا واه ما كنت الراجل يا عزيزي وانت اللي تقرر حقا ما يصيرش راهو كتدخل نهار في يدك حاجه ما نعرفش انا غله مثلا ولا شويه قاضيه منين منين جاني انا وهالخلق هذم الكل ايش ماشي وكره و خمسه وخميس قول اللهم صلي على النبي شي يهمني فيك اتصرف Thank you.
شو كي شدد صحيح. عيزتك ما استنيت. الو وي شكون معايا؟ نعم رفيق. شكون رفيق؟ رفيق نتاع الخردة. اي توا عقلتك. تفضل حاجتك بحاجة؟ انا مش ينعم. وعلاش تسأل؟ وين على خير؟ مش نتفقد معوني. شكل معون الهائل اللي خايف عليه. معون قصر الدهشة. ما هو لباس؟ لباس شعرنا تحت عين ولا اللطف ده كيفاش؟ أوه أسمع 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 طب شو نعلق راهو؟ أي عندي شكون حاجته بيا؟ نعم؟ ملا والله حاسك بيا خالتي راقية؟ سامحني بنيتي عمك حمدة ما عادش طاوق السخانة بالكل. عهدي بروحي في البيت الدخلانية عندي فنتيلاتور. كلمة دخلتي راقية؟ يا أخي يلا ما تشاور أنت راهي الدار دارك. عاد ما نحبش نقلقكم. لا لا ما ثم حتى تقلق وزيد الجماعة في البحر ما ثم كان سي عميرات وسي بهاء الدين مقيلي. سامحني. اسمي هيا في الأمام. يا حاج مع الناجي لا تشقى لا تلاجي. جبت فنتيلاتورات. جبت فنتيلاتورات بالكورون وفنتيلاتورات بالبيلات وحاصيلو عملت ريكلام تاخذ فنتيلاتور نعطيك معاه حار عظم بلاش. يعيشك سي ناجي حتى كما لقيتهاش ربي يخلف على المراوح. كياس كياسي سامحني بربي شكونك انت؟ انا مولات المعول مولات الدار. اما دار دار هذي ابو نتشرفوا لله. حاجتك شي بحاجه؟ شد الهوجه على الفنتيلاتور هوني في الكوجينه في بيتي. بيتك؟ اي اللي مش تابع الكريه. مالا للا كي الدار ظهر الدارك هيك قدامك تصرف. انا باش نرجع نقيل على روحي. تقيل؟ احسن بيت مروحه مشرها برود 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 برود. هي متاع نسيبك كريم على هذاك انت ماكش باش نجم تقيل. اخي مش كانت تبكي هذه توا؟ نعملوا غطسة في صافيسة وترجع تقيل. خلي بابا يمشي للسمايو بتاعو من بعد ندهنك بالكريمة. تمشيش تعمل حس تفيق طونطون بها يتغشش. بابا 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 كشبي 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 شرشبي الخرج بابا اجريلي. شبيه طفل انا مولات الدار. اوه ومنين طلعت؟ من بيتي اللي مش تابع الكاريا. وش تعمل هون؟ قالت لك تفركس على الفنتيلاتور. مش لازم الفنتيلاتور عيب خاطركم. ما خليناش واحد يخاف. ما خافش يا خنفوس هيك بحظه طونطون بهاء. صحة تعسيلة سي بهاء. البرود والرياض ان شاء الله تتمتع كيفي يا عميرات يا اخويا. ايش ايش حش فلتيش ايش اسمع كلام يا تونس تاني وبابا في جنينه. الله
يا رفيق اسمعني، مش قلت لك ما تحكيليش الحكايات الفارغه في التليفون؟ تراني في فاكانس راهو. تعرف معناتها فاكانس؟ معناتها الراحه والاستجمام. فهمت يا شباب توا؟ اي صحيح قلت لك احكي لي شقيقه ورقيقه. هي حكايه فارغه كيما هكا كنت تنجم تستنى حتى العشيه. باهي في الامان، هاي فك عليا. اهلا بنسيبي العزيز، شنو بيان دورمي؟ لا بيان ولا دورمي سيدي. علاه؟ باش نبدا لك. مولات الدار دخلت عليا الكوجينه فزعتني فزعه هي بيدها، ولك الغشير وحيد اللي فزع عليا القايله. يبدا عامل لي كوشمار هذم الكل وتقول لي ما رقدتش. تستاهل والله تستاهل، كان جيت معنا للبحر راك شيخت وتبحبحت وشميت النسمه ولعبت. ها الحق خويا كريمه، جو الشط ماهوش جوي. علاش نقلب عليك؟ نخاف لا تهبط عليا كره فولي على راسي، وهلا كره بيتش تعور لي عيني. تصور تجي نمشي نعفس على قزازه خضراء ولا نزلق على كسور الدلاع، لوش عليا انا. ها من فضلك سيبها، الشط متاعنا نظيف وسليم، والبلديه مشكوره عملت لنا بتاتي مصدين باش نلوحوا فيهم الشوك متاع الحوت وقشور الدلاع والبطيخ والشقوفات متاع الدبابس. وانا علاش كارهوني؟ مو خاطر رئيس البلديه معرفه. باهي يا سيدي، ها توا نبرد القايله ونخلط عليكم للشط. ها ستون بيان، مالا هكاكا توا نزيد نرجع معاك. قول لي خويا كريم، انت جيت باش تقيل؟ لا 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 لا، جيت باش نهزك الكوره نتاع الفولي باش نعمل تريح. طلع انا وشكون؟ طلع شكون؟ انا وعميرات. فرحتني. بهاء يا بهاء. وي خويا بهاء، شو جبتك؟ وانا باش هكاكا تقرا الكتيب نتاعك وانت شيخ وتسمع في الموسيقى. قول زادة نسيبك ما يحبكش. ساعدك يا لطرس. ناجي براوي باب براوي باب صفا لاباس. هاي تفضل ناجي. ها شنو احوال الصيف هالسنة؟ انا الصيف تعك عليهم يا ولدي، لليوم ما ثم حتى واحد على فصل الحانوت. يا ويحكيوا عليهم، قال لك فيهم واحد تنتخه يخدم كونتابلي في العاصمة. التو اللي خلطني ريحه التنطيخ نتاعو التو. خاطرك انت ما تعرفش الكوميرس، تو نوريك التكنيك. قول لي ما عندكش سطل الفارغ؟ لا نقصد ليه ما سطل الفارغ؟ سطل الفارغ عندي سطل نتاع مسحان. هاتو. نوصل بقضية ونرجع لك بحذاك الشليكة. صباح الخير. هاي تفضل اختي. شتعمل؟ شد لي ساشي. شنو هذا؟ ماكش ترى فيه حوت؟ 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 هذا حوت؟ هذا يقول هذا قاعدة بتاع سوق الحوت.
يلا غالب هذاك هو اللي خلطت عليه عقاب مرشي. اي تو بالرمل هذا باش تنحى الريحه. تتنحى بالرمل تي بالجريزيل والجفال وشوفوا شوف تتنحى. والرمل هذا باش نتلف بيه ويظهروا خارجين توا من بحرهم. فرفتي الحوته في الماء يا صبرا اي انا قلت لك لا. زيد اللي سماك بوب ما غلطش بوب 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 بحار وتفهم في الغش نتاع الحوت. شكون اللي قال لك انا بحار؟ شكون اللي قال لي؟ والفلوكه اللي مقراها في الشط بتاع شكون تاع عيان هذيك؟ هذيك فولكلور معون صنعه. لاباس لاباس وانتي صفا لاباس لاباس. نحكي على الكهرباء تحكي عليها السيدة تي لا لا طاحت لك عمبان شنية اللي طاحت؟ علاش هزيت لها الكبوت هذا؟ شو فيها سخانة تحب نلبس كبوت؟ شكون السيد؟ هذا من الكري جدد. وشكون هو السيد اللي يسأل على السيد؟ نقدم لك سيب وراوي. نتشرف انت بو راوي وشو احوال سي راوي؟ لا يسامحوني بحذاكم الكهرباء خليه تبرد شويه ما دام وصلت البحر قبل ما يسكر. اي يكون متهني خليها شيره الظله. امانك عينك على الظله يسرى ما دام وصلت لعرفي ورجعت. بارك الله فيك يا مدموزيل يعطيك الصحة. يا حوات يا حوات على سلعتنا تواجات. يا مرحبا يا مرحبا بجارنا الجديد. مع السلامة. خوك بوراوي حوات الحومة. سامحني سيدي بوراوي حوات الحومة. نتشرفوا سيدي نتشرفوا. حوات الحومة بجودو. مرحبا مرحبا. تعرفوا تعرفوا صاحبي اخويا عشيري هذاك. صح عليك صح عليك. ايش قولك في الحويتات؟ توا خرجوا من بحرهم. شنو توا خرجوا من بحرهم؟ واش مخرجهم في القوايل؟ هو هذا خذ تخرجهم. هذا هو خرج سي حويتات فرشك وحيين يفرفتوا. شنو حيين ويفرفتوا؟ شنو هي حيين ويفرفتوا؟ ناجي انتي ما يتفلتوش. ايش قال خويا ناجي؟ ايش عندي مقولة؟ ايش عندي مقولة؟ ما عندي مقولة. انتي شم شم ريحة البحر. لا بارك الله فيك توا كنت في البحر نشم في ريحته. داير لا ريحتهم لا منظرهم يشروا. وتوا سامحني باش نمشي دخلت على الدوش قبل ما يا سي حوات الحومة. صاحبك ما نعرفوش. لا صاحبك ما نعرفوش. صاحبك ما نعرفوش. ما نعرفوش يا سي جابنا جديد. ما نعرفوش. الله يهديك الله يهديك. نقي شكون السيد؟ السلام عليكم. سلام. يا مرحبا يا مرحبا. محلاها ريحة البحر والحوت الفرشك. هاي الناس اللي تفهم في الحوت. والأخ زادة ولد بحر. أنا عليه ريتني بجوانحي. أنا مجرد وكال أنا. وأنا بحر والحويتات هذم توا خرجوا من بحرهم. تاخذ فيهم 5000. شنكا انت ما يجيوش حق المزوط بتاع الفلوك. عليه اصطدتهم من قبرص. زيدني حويجة ومبروكين عليك. من الاخر من الاخر من الاخر 5500 مشيت معاك تاكل بالصحة وبالشفاء. خويا رفيق عندك شوية صرف؟ أنا لا أنا أخوك ترفر. ما لا يجي معايا للدار نعطيك فلوس السيدة. خويا دقيقة واحدة. في عقلي ماناش هاربين على بعضنا.
وكيل ها؟ ويفهم في الحوت. نجي بوب جيب لي ستن. لحظة. اسمع خلص الراجل وكمله 500 ما عندك ودخلك الحويتات هاي بيه. رفيق 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 صعبتي ساعه في روحك الكهرباء ودخل لك البارافور من غير حسه. حاضر حاضر. تسمح حميرات لو كان ندوش قبلك راه خاطر عندي وريقات باش صححهم وبعدها هبط نشري شويه غله من نص البلاد. اي اي باهي باهي همانا راني فيسع فيسع نخاف لا يخلطوا علينا نسيت راسيلي نستنى. باهي داكوردو كيما تحب سون بروبليم تفضل ادخل. اطون بعد انا نمشي نصح الاوراق وندوش بعدك وانتر تو اهبط انت اشري شويه غله بالسوق. غلط انا غلط حقا تفكرت لازم نستنى هنا وحيد ماني انا اللي ندوش له وانا اللي نشف له وانا اللي لبسه البجله بيك سي كريم تفضل. بارك الله فيك يا سي عبيرات. عامله نسيت البارافلور ما تعرف كيفاش باش نعمل. يلا وسط الحوت فين باش نحطه باش يزيد القطاس ياكلوه. صح النوم سي بهاء. قل لي ماكش قاعد تشم في ريحه يندرى كيفاش؟ لا اش قلت؟ قلت لك ما نجمش نشم خاطر مازال عندي ترفز كم. يا ولدي تكلم بالقوي مانيش نسمع فيك. قلت لك ماني مسكوم ماني مسكوم. ها مسكوم. سمعني ما يدور لكش جايه من هنا الريحه هذه؟ أما بحر يا ولدي اللهم البحر الميت في الجيفة هذا. بربي سي بهاء مش نمشي نوصل بارافلور العرفي هذاك السطل حتى نرجع. ورد بالك خاطر القطاطس راهو سراق كبار. اي هذه ريحة مش تهرب القطاطس بركة. استر ربي جبت بزايد قتلنا انا. هاو البزنس اللي عجبني رواية سمال شنكة مربوح باراتا اش قال ناجي؟ توكي عيطولك تبحث في قضية تسمم تعرف البزنس بتاعك. سلي عني بي على شوية الريحة اللي في الحوتات وزيد ما همش بشكلهم منين. منين الريحة؟ ما هو الحوت بتاعك الفاسد ناجي. تذكر عمت انفلونزا الطيور؟ اي مسلسل ماهوش عادي انفلونزا الطيور. وقت اللي انفلونزا حب الطيور اما الطيور هو ما حبش خاطر تي. ليه نحكي على البرودة متاع الدجاج؟ اي المرض ذاك اللي لها لسونا بيه. اي تتذكر اش قالونا في الراديو؟ اش قالونا؟ قالونا كي تيب الدجاج الجراثيم الكل تموت. معناها كي تيب الحوت الجرثومه تموت. لا يحكيو على الدجاج قال لك كي تيب الجرثومه تموت، اما الحوت نتاعك كي تيب مولا الدار هذايا وعائلته وجيرانهم الكل يموت. شكون قال انا بعت لهم حوت فاسد؟ وزيد عندي شاهد. عندي شاهد؟ عندي شاهد. وين ترى فيه شاهد؟ انت انا ما نشهدش بالباطل. على كيفك هو ما تنساش اللي انت شريك في البيعه. نعم شريك بالك قبضت معاك انا. اي شريك وبالسطل. انا سطل حاشيك نحكي على سطل المسحان وكان باش يتسموا راهو بالسطل مش ملحوت. بابا 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 عايش وين؟
عايش خويا ما تقولهمش اللي سطل نتاعي. بابا 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 خويا ابو رب هاو السطل نتاعك وسامحني ما غسلتوش على خاطر الشاديه ما هيشوني. مش مشكل السطل نتاع ناجي. اي السطل نتاع السطل سامحني طراسك وينك يا رد علي يا ربي وك نقيه. أي بخاطرك خل نخلط على طرح مسجد قبل ما يسكر المرشي. البحر صحة صحة إن شاء الله عومة العرس. قل لي بربي البحر مبلولة وانتي وقف تغزر له مساكتة هذا اللي زعما مسخنا كتفي بيك. شو الأولاد شي المنطق وشي اللغة هذي راهو عيب اللي تعملوا فيه عيب. عم وانت ايش مدخلك خو انا انا في مقام خطيبها. في مقام خطيبها مالكي تكتب عليها زداخ تكلم. انت جبتها لروحك سمعت مازال واحد يعاود يقلقها. تشوف واش نعمل له انا. تا ورينا ايش باش تعمل. وريك ايش نعمل ما تعرفنيش انا كي نهبل راه. ورينا انت تشوف شفتوا هذا يا ناجي ماني خوك اجري لي يا ناجي يا ناجي. وين وينهم؟ مع ناجي لا تشقى لا تلاجي. تعرف اللي كلم الناجي نعيشه على الكفتاجي انا. وين وين وينه؟ وينه؟ عمري ما خسرت مره طلعت باجي. وينه؟ وينه؟ باب اش لزك تستاهل تستاهل على خاطر اش لزك الناس الكل نفرت الحوت كان هو ياكل 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 ما يحب البوبلاش عاده. اوه ريحه راس النهجه قال لك سردينا وبوري بوري وعد الله عليا بوري بوري هذاك يحب. ماما 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 مش قلت لي لسه سنافر مش موجودين. اي بابا هذاك طونطون كريم داكك عليك قال لك الدار تغلي بالسنافر بالعاني. مالاش يعمل صنفر موجوع وراك. مش من الحوت مش من من البوري من البوراوي بوراوي بوراوي. 5000 مشيت 5000 مشيت مشيت 5000 مشيت